قدرات أعواد الديوانات اللي تحسين خدماته في إطار تعاون تونسي ألماني ماشيين نحو الرقمنة والإي أدمنستريشن. أيضا هناك مشروع آخر تشوفون بعد مع سي طالين اللي هو تنمية 5 واقع اقتصادي أو لسانغاليتي إيكونوميك في إطار تعاون مع الاتحاد الأوروبي تشوفوهم بعد في أكثر تفاصيل. بالنسبة لمجال تنمية كفاءات وما أدراك ما تنمية كفاءات، ثم جهود ولقاءات حديثة بين الديوان الوطني للصناعة التقليدية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية ووزارة التموين، تقدم مشاريع الإصلاحات الجوهرية الرامية للنهوض بالقطاع من خلال اتفاق الوزارات المتدخلة على تفعيل نظام خاص بالتدريب المهني ومنظومة خاصة لاختبار شهادة ذات الكفاءة المهنية. وهنية معناها روزمون فينالمون باش يكون عندنا نظام خاص بالتدريب المهني وبشهادة ذات الكفاءة المهنية اللي ما تنجم تكون كان في إطار وصلب هيئة التابعة للديوان. أيضا نقطة ثانية هي الشروع في تفعيل منظومة متكاملة لتنمية الكفاءات المهنية اللي باش تتلائم مع خصوصيات البشرية والاقتصادية والمهنية القطاع وتستجيب أكثر للحاجات الماسة من الموارد البشرية المختصة، خاطر نعرفوا اللي السيكتور الارتيزانا بالنسبة للسبيسياليزاسيون في ليميتي راهي حاجة مش سي با على بورتي. كانت التجربة مع وزارة التكوين لكن لم تأتي وقتها، خاطر لازم تكون عندنا معناها صناعية وناس عندهم سافوار فير بور ترونسميتر ليزابرونتي، وهذا ينجم يكون كان صلب مصالح الديوان. أيضا النقطة الثالثة الإعداد لمشروع إحداث صنف مهني جديد تحت تسمية حرف المعلم، اللي هو حرف المعلم باش يكون غدوة هو الترونسليتور دو سافوار فير، على خاطر ستاتيو تاع المعلم اللي كان قبل قد يعني في فترة ما قيمته أو البالغ تاعو، اليوم باش ترجع الكونسيدراسيون ولا الستاتيو هذايا اللي باش يكون هو الرولي دو لا ترونسميسيون دو سافوار فير ارتيزانال. بالنسبة لتنمية استثمار تأهيل المؤسسات الحرفية ماشيين نحو الرقمنة، نعرفوا اليوم في الكونتكست ناسيونال وانترناسيونال ماشيين كلنا نحو الكوفيد نوزا بوسي أونكور بلوس باش نمشيو للديجيتال في كل شيء. بالنسبة للاستثمار سيتم التصرف في آلية قروض الأموال المتداولة للصناعة التقليدية، التصريح بالاستثمار عن بعد وإسناد الامتيازات الجبائية أيضا عن بعد في إطار رقمة الخدمات الإدارية المزدادة للفئة الحرفيين. أيضا مشروع كبير اللي هو الميزة نيفو دي زونتربريز ارتيزانال، باش فما مشروع تاع الميزة نيفو مع الجانب الإيطالي اللي بدينا فيه من 2018 متواصل حتى 2022 انسيسامون باش نعملوا ميزة نيفو دو 4 انتربريز ارتيزانال، وسيتم تنفيذ ايضا برنامج تاهيل 200 مؤسسه حرفيه على مدار 5 سنوات بدايه من سنه 2022. ايضا سيتم اعداد دليل استثمار في مجال الصناعه التقليديه وادراجه باللغات المؤسسه باش يكون اكسسيبل ادو لي شيرشور دو بروجي. تمويل 5000 حرفي لقروض اموال متداوله، هذا اوبجيكتيف نحب نوصلوا له. انجاز دراسه تقييم اليه قروض اموال متداوله في الصناعه التقليديه بين 2012 و2021، القيام بتأثير ومرافقة 200 باعت شاب في جميع الولايات، وهذا كل عام نعملوه، نحضروا الحرفيين ولا لي جون بروموتور اللي مازالوا في الدولة الناشئة نتاعهم، لونكادرومون يصير تكنيكمون وحتى على مستوى الإدارة ومستوى كيفاش يشارك كيفاش يكون حاضر باش يشارك في الصالون الوطني للصناعة التقليدية بالطبيعة عن طريق إدارة الاستثمار في صلب الديوان. ايضا تحين قائمه المواد الاوليه والتجهيزات المرتفعه بامتيازات جبائيه وماليه، القيام بدورات تحديثيه على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي لتحفيز الشباب المتخرجين معاهد الفنون والحرف ولا ليزيزات ولا مراكز التكوين ان يستثمروا في قطاع الصناعات التقليديه. الفني والمهني المشخص لفئة الحرفيين في كل الولايات. أيضا نسنا السيبر بتاعنا 100 حرفي
باش يكونوا يتمتعوا بالتأثير عملية التأثير الفني هذايا. المسابقات الوطنية كم شكلني في إطار تسمى الوطن للصناعة التقليدية بدنا عملنا ثلاث مسابقات، مسابقة ابتكار في النقش على الخشب، مسابقة ابتكار في التسبيق الخارجي، ومسابقة ابتكار المفتوحة للطلبة. تنظيم الدورة 22 بعد تم حجبها على مدة سنتين، الخمسة ذهبية السنة إن شاء الله 2022 وجديد هو افتتاح المركز التصميم والابتكار بالدندان في السداسي الأول سنة 2022، واللي بعد سي طارق مش هتيجي عليه بريزونت لافورماسيون اللي يكون فيه العديد من المكونات، مركز وطني للتوثيق وبنك الصور خاص بمنتوجات الصناعة التقليدية والتنقيلات. أيضا في إطار مجهود الديوان للتوثيق حول المهارات الحرفية سيتم إتمام ثلاث مدونات حرفية وإنجاز ثلاث مدونات جديدة بعنوان سنة 2022، إضافة إلى وفير في كابسول spécialement pour les métiers en voie d'extension et ça c'est nouveau la réalisation dans le cadre de la coopération essentiellement pour les métiers en voie d'extension je suis pour nos chaînes aujourd'hui sur le site internet sur les pages Facebook. التظاهرات المعارض وطنيا الجديد السنين إضافة إلى سمو الابتكار الصناعة التقليدية سيتم تنظيم ولأول مرة المعرض التجاري للصناعة التقليدية خلال شهر مارس 2022 في قصر معرض بالكرم، وهذه فرصة كبيرة باش تكون 100% كوميرسيال بور لي ارتيزون لي زونتربريز ارتيزانال، فرصة جديدة باش يروجوا المنتوج نتاعهم باش يكون يعني متنافس آخر لتسويق الصناعة التقليدية وإن شاء الله نتمنى لها كل نجاح. ايضا في البرنامج احتفال كوم داب بالايام الصناعه التقليديه والباس الوطني 16 مارس اللي تم فيه تكريم افضل حرفي في اطار الجائزه الوطنيه للنهوض بالصناعه التقليديه والفنيه وافضل باعث شاب في الصناعه التقليديه والفنيه ايضا في 16 مارس. تنظيم تظاهره خاصه بالابتكار في الصناعه التقليديه في اكتوبر سي فوزي ولا موعد جديد هذايا اللي هو سي لو سالون في كل مسابقات الابتكار موعدنا جديد في اكتوبر كما عملنا معرض الزربيه في ديسمبر معرض هدايا الصناعه التقليديه ومعرض القرى الحرفيه بالنسبه لهدايا اخر السنه. على مستوى الجهوي en totalité عندنا 200 فوار واكسبوزيسيون ريجيونال لوكال في كل الولايات وتنظيم ايضا الايام الترويجيه بالطبيعه في قاعه الاخضر في ولايه طنطاقار بالنسبه للحرفيين اللي ما ينجموش يشاركوا في المعارض الكبرى وفي التظاهرات الوطنيه في لي كونتخان بيدجيتي ولا في البعد يكفل بهم الديوان معنا في اطار تمييز ايجابي من خلال التكفل بالنقل والاقامه لمده اسبوع في قاعه الاخضر ناخذوا كل مره ولايتين زوج ولايات من الولايات الداخليه يشاركوا معنا في قاعة أخبار يعرض منتوجاتهم وخصوصيات جهتهم. بالنسبة للسوق السياحية نبدأ بالتظاهرات المهنية، عندنا العديد من التظاهرات المبرمجة خلال سنة 2022 نرجع بشوية بشوية بالنسبة للصالون الدولي اللي تحفل هدايا ميزون يوبجي باريس في الإديسيون تاع جانفي معرض الربيع ببرمنغهام المملكة المتحدة Salon Ambiante Francfort, Salon Omi Milano, Maison et Objets édition septembre. Charles, si tout va bien, nous espérons que l'état épidémiologique qu'on a pris. Salon Daouli de Tokyo, Salon Daouli de Tazir Dekhili de Dubaï, Salon Daouli de Tazir Dekhili de Dubaï. بالنسبة للتظاهرات التجارية المعرض الدولي للصناعة التقليدية بالجزائر معرض الصناعة التقليدية لشبونة مهرجان سوق العكاظ معرض شنغهاي الدولي للاستيراد ومعرض الصناعة التقليدية في ميلانو. بالنسبة للتظاهرات الدولية توا تعرفوا اللي فما ديسكو دبي اللي هو توا اونكور واللي فريمون لقى يعني نجاح كبير وانا بوكو ديكو بوزيتيف ديوان تم يعني قام بتهيئة الفضاء منتوجات الصناعة التقليدية في الجناح التونسي وتم ولا سيتم عرض لنا حتى معناها لنهايه المعرض 4523 منتوج
تقليدي. تونسي في trois branches d'activité essentiellement c'est l'art de table, les vestes tardives ou accessoires, ou tout ce qui est cosmétique. يعني هذا اللي فيا 29 حرفي وvraiment il y a عنا des échos très très positifs. والحرفيين produits tunisiens خارج معناها حاجة كبيرة ياسر. النهوض بالجودة الخارج سيتم استصدار الأمر المتعلق بعلامة الجودة باختيار 10 منتجات استنادهم العلامة علامة الجودة. وطبعا بعد ما دايرة تفصلنا أكثر للديتاي سيتم أيضا رقمنة إجراءات المراقبة الفنية على التصدير الكونترول تكنيك أليكسبور هنايا فما ماشيين نحو الديجيتاليزاسيون. تنظيم مسابقات جهوية وطنية اللي حكينا عليهم قبيلة اللي هما الجائزة الوطنية للنمو الصناعة التقليدية والفنية والجائزة الوطنية لأفضل شاب وتكريم الحرفيين ومؤسسات حرفية. أيضا سيتم تنظيم حملات مراقبة لمسالك ترويج الصناعات التقليدية، مراجعة نظام المغازات المعتمدة في اتجاه إسناد علامة خصوصية لخدمات البيع وما بعد البيع. الإعداد إنجاز بالنسبة هنا للولاية تاع الترويج سيتم يعني إعداد دراسة لتقييم المنظومة التسويقية للديوان الترويجية pour voir un peu شنو les métiers porteurs ولا les métiers phares ينجموا يمشيونا prochainement خاطر le contexte économique il change donc l'évaluation باش تكون مهمة برشا. أيضا إحداث منصات رقمية لمختلف الولايات بدعم الترويج عبر التجارة الإلكترونية. بالنسبة للقرى الحرفية سيتم إنجاز دراسة استراتيجية حول منظومة اقتصاد القرى الحرفية. نعرفوا فما شوية عندنا جيستيون ولا فيلاج ارتيزانال عندنا فيها دي لاكون دونك اون افونسي ليتود هذيا بور ليفالواسيون دو لا جيستيون باش نشوفوا فين ماشيين و است كون بو امبيلوري فينالمون المود دو جيستيون بور لي فيلاج ارتيزانال في لي ديفيرون غوفيرنورا. اي ديرنيامون هو الاتصال والاعلام وهذا يهمكم برشا دونك ابخي الكونكور اللي لانسيناه في 2018 كونكور بور لا بريس يعني افضل عمل صحفي تطرق للصناعه التقليديه اللي نذكروا كان التيم نتاعو يعني مفتوح واللي تم اسناد الجائزه بالنسبه للصحافه الالكترونيه سي محمد الكيفي عن جريده الجزيره نت وليلى ليلى بورقع من الصحافه المكتوبه اللي كتبت ايضا افضل مقال صحفي تطرق للصناعه التقليديه في 2018. السنة اون فا روبخوندغ الكونكور هذايا ان شاء الله وش يكون الموضوع يعني ليبر مفتوح لكل الاجناس الصحافيه يعني الصحافه المكتوبه الصحافه الرقميه والصحافه السمعي البصري. دونك نستناو برشا الاعمال تاعكم فيما يخص السيكتور وانسيسامون نعلموكم وقتاش يكون الاعلان على الفايزين نورمالمون في مارس سي فوزي خلال التظاهرة المبرمجة في مارس. أيضا باش نقوموا بإبرام العديد من الاتفاقيات مع عدد من وسائل الإعلام في إطار يعني تموقع أكثر قطاع في وسائل الإعلام وسيتم أيضا برمجة زيارة موجهة لفئة الصحفيين لعدد من الولايات لتصفية الأضواء على التنمية الجهوية وعنا برشا برامج في هذا المضمار اللي نحبوا نحكيوا عليها أكثر باش ننزلوكم مشيو معانا نسافروا شوية للجهات وللولايات وداخل تونس باش نشوفوا أبخي شنو هو اللي قاعدين يعملوا الحرفيات والحرفيين والمؤسسات الحرفية وباش نسلطوا الأضواء أكثر على مجهود الديوان فيما يخص التنمية المحلية. هذا بالنسبة للبريزونتاسيون اللي تخص برامج الديوان. فما تقديرات 2022 دونك هذوما كلك شيفخ وين نحبوا نمشيو 2022 بالنسبه للمبرمج والتقديرات الخاصه بتطور نواقص الاستثمار 63 يعني انتونسيون دانفستيسمون حجم القروض الاموال المتداوله المسنده ان شاء الله نوصلوا نعملوا 2610 بالنسبه للتصدير المراقب واللي هو اكد لي تقول لي وصلنا بريسك لل 100 مليون دينار. عدد المنتفعين في خدمات اقتحام الاسواق ايضا الخارجيه 195 بالنسبة للتأثير والمرافقة الاقتصادية نحبوا نوصلوا 2000 وهذا مش بعيد هوني بريسك
بالنسبة للمشاركين في التظاهرات داخلياً وخارجياً، الأوبجيكتيف سي 6500 مشاركة في التظاهرات والمعارك. شكراً على الانتباه. طبعاً جوسيت لاباغول على السي طلال سهميم اللي هو رئيس مشروع تونس الإبداعية، باش يعطينا بريزونتاسيون على ليزاكس اي لي بارامتر والبروجي نتاعهم بور 2022. تفضل. احنا المشروع تونس الابداعيه هذا مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي والتعاون الايطالي، والتنفيذ نتاعو عن طريق منظمه الامم المتحده للتنميه الصناعيه بالشراكه مع ديوان الصناعه التقليديه. دونك احنا قاعدين نخدموا اليد في اليد مع ديوان الصناعه التقليديه، وانا حبيت نشكر بشكل خاص الاداره العامه والاداره المركزيه بكافه اداراتها والادارات الجهويه على التعاون نتاعهم. والهدف نتاعنا انه نحققوا جزء من الاستراتيجيه الوطنيه لتطوير قطاع الصناعه الوطني. دونك المشروع هذايا هو مشروع ممول للبيوت تاعنا بقيمه 9 مليون درو على مده من تمتد من 2020 الى حدود 2025. دونك الريزولتا اسكونتي تاعنا نحبوا نوصلوا نعملوا 6 او 8 شان دو فالور باش نطوروا قطاع الصناعه التقليديه عن طريق الوسطات. كيف كيف نحبوا نعملوا استراتيجيه ديفرونسيي بور لاكسي او مارشي باش نطوروا الاسواق ونفالوريز قطاع الصناعه التقليديه، باش نعملوا ما بين 4 و6 مراكز خدمات اللي هما لي سونتر دو سيرفيس دي باب كرياتيف اللي هما يعطيو دي سيرفيس دو بروكسيميتي للحرفيين وللطلبه وللمصممين في المجال تاعهم، باش نعملوا ديفلوبمون تاع لي كاباسيتي انستيتيسيونيل لوكال، وقت اللي نقولوا لي كاباسيتي انستيتيسيونيل ثم لي انستيتيسيون دابوي بوبليك ثم الانستيتيوشن الخاصة اللي هما الجمعيات. كيف باش نخدموا على تثمين الباتريمون الارتيزانال تاعنا اترافير دي كومباني دو كومينيكاسيون. دونك إلى حدود أكتوبر 2021 دونك اخترنا 7 شبكات عمودية اللي هما لي بلوستور اللي هما منظومة جديدة تاع تمنيت سلاسل قيمة في الجهات. وهنا عندنا ميزة خاصة بقطاع الصناعة التقليدية اللي هي ميزة إيجابية نجم نبنيو عليها، أنه عندنا لي ميتي تاعنا سو كونسونتري في كل جهة. وقت اللي نحكيو على الفخار نحكيو على نابل، وقت اللي نحكيو على الكليب نحكيو على كيف، معناتها كل مهنة كونسونتري في جهة معينة، وهذه ميزة إيجابية نجم نطور بها قطاع الصناعة التقليدية. دونك اخترنا 7 شبكات عمودية. كيف تمويل الجمعيات وتقدير الجمعيات، الهدف نتاعنا بناء اخر مشروع انه نأطلوا 15 جمعيه ناشطه في مجال الصناعه التقليديه الى حدود 2021 مولنا 5 جمعيات. بور لي رياليتي ايكونوميك اللي هما سي ديني شان دو فالور بالنسبه لنا احنا، خاطر ثم لي انفستور اللي هما شبكات عنقوديه في تقدم اكثر من لي رياليتي ايكونوميك. دونك الهدف نتاعنا الى حدود 2024 انه ندعم ديس رياليتي ايكونوميك، ولحد الان خلينا تسانت رياليتي ايكونوميك باش نحكيو عليهم بعد شويه. لي سونتر دو سيرفيس الى حد الان عملنا مركز خدمات بالشراكه مع نجمه زهره موجود في نجمه زهره، ثم المركز الثاني اللي هو مزاد عبور موجود في ديوان الصناعه التقليديه. باهي بالنسبه للتو نشوفوا بالعكس بالعكس بالنسبه لسالي من قداش عندي الوقت باش بالنسبه للشبكات العنقوديه، دونك احنا الهدف نتاعنا انه نخدم قطاع خاص نتعاون مع الدوله باش موبيل يتحمل مسؤوليه تطوير قطاع الدعم. دونك هنا الاستراتيجيه تاعنا انه نبداو بالاول نعمل اناليز استراتيجيه قطاع الدعم، نعمل اناليز المارشي، نبنيو مع القطاع العام والقطاع الخاص اون فيزيون وين نحبوا نزورها شان دو فالور هذيك، وبعد فيزيون سورا ديفيني سو فورم دو بلان داكسيون. دونك كل الشبكات العنقوديه اللي خدمناها عملنا لهم اناليز هذيك. الشبكات العقليه اللي قاعدين نخدم عليهم هو كلوستر موزا في تونس، احنا نعرف شوف توا ثم برشا ديكتاتور في تونس قاعدين يتحاربوا، ثم الشبكه العقليه مع حرب البازلين، ثم الاساس تراديسيونيل في المونستير في
التسكيل الأولى تم الكليم في الكاف والجردان في المبنين والنحاس في القروان والفيبا فيجيتال في الياس والفيبا فيجيتال في الطربية والجرام والصب بيه لزاكت الانترمنسيون بتاعنا في كل شبكة عام طبيعة نخدم خاصة على تطوير المنتوج والإنتجراسيون في الديزاين نخدم على هيكلة الشبكة العمودية باش نهيكلوا فيه بالشبكة العمودية على تمويل مؤسسات على شونجمون دو كومبارتمون اللي نحكيو عليه باش نهيك باش نقطروا القطاع الخاص وهو بيدو اللي يتحمل المسؤولية مع الدولة معناتها اون كيلك سورت نحبوا نحيو لاسيستانا اللي موجودة في القطاع هذايا ديفلوبمون مارشي زاد الاكس مهم على الاخر قاعدين نخدموا عليه ولامينيراسيون دو لونفيرومون تاع الشبكة العمودية باش هي هما نزيدهم يخلقوا نوفيل جينيراسيون تكون ملمة بالقطاع. بالنسبة لأكس رول ديفلوبمون برودوي اللي عملناه لحد 2021 تو دونك عملنا أكثر من 12 أكسيون دو فورماسيون مع لي زونيفرسيتي اللي موجودين في الشبكة العمودية وفيهم أكثر من 300 مدافع. عملنا ديفلوبمون تاع 300 منتوج حرفي جديد وعرضناه ديفلوبمون في معرض الكرام بالشراكة مع 18 مصمم تونسي و 40 مؤسسة حرفية. كيف كيف مع الموضة عملنا شاركنا في ايفينمون كبير برشا في فرنسا اللي هو افريكا 2020 وكان لينا نصيب الاسد المشاركة دي مع خمسة مصممين تونس شاركوا باش يمثلوا الموضة التونسية. هذا هو كيف بودي عملناه ديفلوبمون كوليكسيون جديدة. بالنسبة لهيكلة شان دو فالور دونك بالنسبة لهيكلة الهدف نتاعنا نخلقوا مؤسسات حرفية قادرة باش تصدر قدوة هذاك علاش نخدموا برشا على تكوين المؤسسات هذه. إلى حد 2021 كونا 30 مؤسسة منتجة في قطاع الصناعة التقليدية منهم 6 مؤسسات في الكاف تشغل حاليا أكثر من 140 حرفية 3 مجموعة ارتيزانو موجودين في الجهات كيما جيبس والكاسمية يخدموا كل واحد فيهم أكثر من 30 حرفي 6 مؤسسات في المبنيين يخدموا بعض في 30 موضوع شغل و15 مؤسسة في المونستير هذوما الاستاتيك بتاع ديوان الصناعة التقليدية في الجهات يخدموا أكثر من 50 حرفي. كيف كيف خدمنا على الإكستنسيون تاع المؤسسات الموجودة تطوير المؤسسات هذيا دونك توا 6 شركات في جابس قاعدين نطوروا فيهم 5 شركات في المبنيين 2 شركات في الكاسري وزوج شركات في المونستير. رينفورسمون دي كاباسيتي دي زونتربريز دونك كيف كيف أنو نعاونوا المؤسسات هذيا ونحاولوا نوفروا لها الخبرات اللازمة باش المؤسسات تطور دونك عملنا أكثر من 40 أكسيون دو فورماسيون تكنيك استفادوا منها 500 حرف جديد ولهنا الهدف انه يا اما نطوروا الجوده تاع المنتوج وقلنا ندخلوا في تكنيك جدد اللي هما الفالوريز للبرودوي بارتيزانال. اكومبانيمون تاع اكثر من 25 مؤسسه في استراتيجيه الماركتينغ ديجيتال وقلنا نقولوا اكومبانيمون معناتها ديبي لا كونسيبسيون حتىش لا رياليزاسيون تم اكثر من 25 يستعملوا توا الادوات الالكترونيه لترويج المنتوجات تاعهم وثم زاد كيف سيرتيفيكاسيون تاع 5 شركات في المونستير اللي هما سيرتيفيكاسيون كي ريبوند ستاندار انترناسيونال دو لا كاليتي كوديكس باش هما يسهلوا التسويق للاسواق الخارجيه. لا فورماسيون دي زابرونتي خدمنا برشا على المنظومه نتاع التكوين دونك توا قاعدين نطوروا في 200 ابرونتي جديد في ميدان التيساج وفي ميدان النحاس لمده 12 شهر وعملنا ميكانيزم بيلوت اللي بعد ان شاء الله مع ديوان الصناعه التقليديه نحاول نعملوه باش نعطيه دي بورس مع عن طريق البورس تعطيه فاسون الكترونيك للحرفيين هذوما مع برنامج تأطير من ديوان الصناعة التقليدية ومن ليزاجون دو ديفلوبمون تاعنا. لا ريغولاريزاسيون دو لابروفيزيونمون كيف كيف وقت اللي نكونوا نخدموا على الشبكة العمودية لازم نخدموا من المواد الأولية إلى تطوير المنتوج. دونك في المواد الأولية لازم نهيكلوا نعرفوا في الصناعة التقليدية فما برشا فورماليتي في المواد هذيا. دونك توا احنا نخدموا خاصة مع الكلوستور نتاع الموكلين باش نعملوا لا ريغولاريزاسيون دو ليكستراكسيون تاع الكارير الموجودة اللي هما قاعدين يستعملوا فيها بفاسون عشوائية توا. دونك عاودنا الاربعه اللي كارير الموجودين في المقنين حضرناهم في دوسيي ولا ديبوزي دوسيي تو نستناو في رخص عند الولايه ولايه مونستير. فينونسمون دانا تريد في لافيو في الكاف حاولنا نطوروا المواد الاوليه ومولنا اون اسوسياسيون اللي عامله ايميتيت في لافيو باش تاخذ دي زيكيبمون جدد باش تولي هي تصنع السوق للحرفيين. وبالنسبه للحرفيين الموجودين في ليكوستور الاخرين عاوناهم بالنشاط ماتير بريير دونك تم اكثر من 40 مؤسسه حرفيه عاوناهم سيرتو في نشاط ماتير بريير اللي هي سيزونيير معناتها سيرتو في الاسعاف وفي الثمار. تمويل الشركات دونك خلقنا دي ميكانيزم جدد لتمويل الشركات حنا نعرفوا انه مشكله كبيره تاع اللي يعاني منها في القطاع الصناعه التقليديه انهم اليات التمويل تو ماهمش ادابتي للبزوان نتاع المؤسسات الحرفيه دونك هذاك علاش حاولنا نجربوا
جديدة عن طريق السبنسيون باش نحفزوا المؤسسات الحرفية باش تستثمر ونحاول نعاونوهم باش هما يشريوا ماتيريال بريمير ليزيكيبمون جدد ودي ترافو دامياجمون تاع المؤسسات تاعهم كيف كيف أما خلقنا الميكانيزم جديد تاع لي بريدونور اللي هما قروض من غير انتيريس هذايا عن طريق الشريك تاعنا في المشروع في تونيزيا اللي هو انيسياتيف تونيزي كي جاب الفاضي دونك الى حد الان ما قلنا 36 مؤسسه حرفيه عن طريق لو بريدونور دونك لهنا الهدف نتاعنا ان نمر الحرفي من غير دي غارونتي والغارونتي الوحيده هي لاكونتينمون تاعنا باش الحرفيين هذوما اللي رومبورس الكريدي هذوما يستمتعوا بهم حرفيين اخرين كيف كيف نعاون في المؤسسات الحرفيه باش هما يستمتعوا من لي سيبورسيون ولا من لي زوتر بروغرام اللي موجودين دونك الى حد الان قاعدين حضرنا 19 دوسي الحرفي باش يستمتعوا من سيبورسيون تاع بروغرام امباكت اللي هو عاونهم 9 مليون يورو وان بروغرام جيري بار لي زوتر بروغرام لحد الان في شونجمون دو كومبورتمون دونك هنا قلنا نخدموا على تطوير الشبكات العقليه ومن ثم نخدموا على تغيير العقليه باش القطاع الخاص هو اللي يتحمل مسؤوليته مع القطاع العام ولهنا كيلكو ريزلتا مع شونجمون دو كومبورتمون اللي صار دونك توا ثم تعاون ما بين المؤسسات الحرفيه ولاو يبارتاج لي كوموند مع بعضهم احنا عملنا لوبيراسيون بيلوت مع مولو غري في الكاف اكثر من 500 كريم ومع الكلوستر تاع جابس والكلوستر تاع جاسرين وهذيا تشاركوا فيها اكثر من 20 حرفيه في الكاف بالجو على الكوماندا الاولى ولا توا لابيتود موجوده في الكاف وفي برشا جهات كيما تيساج وكيما ديبو جاردان ثم حاجه مهمه برشا من عليها زاد في سورتو على الجهات المبنيين اللي العقليه تاعهم كانت قبل هو الدابين بعد كسروا في الاسوان باش شكون يبيع اكثر دونك حاولنا لمينا مصدرين الكل وعملنا انشاء مبعثنا ورفعنا في الاسوان ولاو الحرفيين الكل متهمين على الاسوان هذايا وتنشطوا بعد نبات الطرح على السابيراك دونك الحرفيين الكل نتاع الموجودين يتعاونوا بعض يبارتاجوا زانفورماسيون على الكليون هذا الكليون سرفابل هذا الكليون سرفابل باش نطوروا القيمه الاضافه في الشبكه العقوديه نتاع الموجودين خلقنا دي جروبمون زاد مع لي زيكسبورتاتور مع بعضهم باش وليو يصدروا ويستنفعوا بالليزانسيبرسيون تاع الدوله ويحاولوا يعملوا معناتها دي بارتيسيباسيون ليترونجي انه تشرفوا القطاع تاعنا وثم دي كوتشينغ بيرسوناليزي سيرتو لجماعه كبوذا باش نحاولوا نتعداو من ستاد تاع الكرياتور لستاد تاع المؤسسه تخدم في التصميم والديزاين. في الديفلوبمون مارشي دونك المشكل المشاركه في المعارض تم عمل تحضيري قبل المشاركه في المعارض اللي هو توسكي شوتين بروفيسيونيل تاع لي برودوي دونك الى حد الان صورنا اكثر من 200 منتوج 2000 منتوج حرفي وموجودين على قمه الحرفيين كيف كيف كنا ديفلوبي لي شارت جرافيك للي مونبر تاع الكلوستر الكل 36 كتالوج بروفيسيونيل عملنا لهم للمؤسسات الحرفيه في حد ذاتهم وعملنا كتالوج بروفيسيونيل كبير للنوبل كوليكسيون اللي عملناها السنه في عرضناها السنه في معرض الكرم وثم 13 فيديو بروفيسيونيل اون تي رياليزي باش نطور باش نفالوريز لو سافوار فير تاع المؤسسات الحرفيه في ديفلوبمون مارشي السنه في 2021 شاركت في 5 معارض وطنيه تم اكثر من 50 مؤسسه مستنفعه بالمشاركات هذوما تم بارتيسيباسيون في السالون انترناسيونال شاركنا في معرض بليبيا وشاركنا في معرض ارتجال السنه وتم 10 مؤسسات حرفيه مستنفعه بالمشاركات هذوما كيف كيف حاولنا نطور توسكي كوميرس اون ليني خاطر تعرفوا تشوفوا الظروف نتاع كورونا السنه دونك هذايا مصير حق لازمنا ندوزو له دونك عملنا اون فوا فيرتويال مع الكلوستر كليما كيف عن طريق باعتين جدد كيف كيف عملنا كو ديفلوبمون مع لي بلاتفورم دو فونت دو اي كوميرس موجودين توا واحده في الكاسرين اسمها حال طويل والاخرى في الكواب اسمها المجموع وبعدين نخدموا سيكتور على دي رونكونتر بي تو بي مع ليزاشتور توا عندنا دي شان دو ديستريبيسيون يخدموا معنا دي فاسون بيرمانون مع لي مونبر دو كلوستر في فرنسا كيما مولاي ديفونس في المانيا في بلجيكا في امريكا وهما كلهم قاعدين يشريوا في البروبليم تاع الكلوستر تاعنا دونك في الاستراتيجيه تاعنا في تطوير السوق احنا في الكباسيتي نتاع الحرفي، ثم حرفي مازال مش حاضر للتصدير دونك نحاول نشاركوه في المعارض الوطنيه، ثم حرفي حاضرين شويه للتصدير اما ما عندهمش لا كباسيتي فينونسيير باش يشاركوا في المعارض البروفيسيونيل، ينزلوهم في المعارض الكوميرسيال كيما الارتجال، وثم مؤسسات حرفيه اللي هي قادره تستفاد مع شركات كبرى مع لجان كبرى، هذوما يشاركوا في المعارض البروفيسيونيل وسيرتو في لي رونكونتر بيكوري. هذوما كيلكو تيمونياج تاع الستاتيستيك بروفيسير مع الديوان الصناعه التقليديه في المغرب الجامعي في المونستير السنة في 2021 باراكور 2019 مش باراكور 2020 خاطر سنه استثنائيه 2020 دونك باراكور 2019 الصادرات
دورة في البروستات تاع ديساج تاع المنستير من 4.6 الى 6.8 مليون دينار، دونك دو دوغمونتاسيون دو كراسون دو 46%. كيف كيف صادرات في منتوج البوتشاتان تاع المنتجين سويت لك شونجمون تاع المونتاليتي والاكسبونسيون تاع ليزونتربريز في بعض الشركات الجديدة، دورة التصدير تاع المنتوج من 5.4/2019 الى 6.7 في حدود 2021، حاليش نوفمبر 2021. Donc, l'amélioration de 24%. L'amélioration de l'environnement du cluster. Donc, nous avons mis uniquement à l'OSSL, jusqu'à le règle de la chaîne de l'entreprise, nous avons mis à l'environnement de l'OSSL d'Europe. Surtout, nous avons mis à l'Ajamaan, le partenaire de l'université. Donc, nous avons mis à l'Ajamaan une licence pour construire avec l'IS3Z dans mon estime. Et puis, licence de l'IS3Z, nous avons mis à l'Ajamaan, nous avons mis à l'Ajamaan, et nous avons mis à l'Ajamaan, فلوس الجامعة هذه كيف يقدموا معنا الطلبة باش ندخلوهم في ميدان الصناعة التقليدية. ثم دو ليسونس فور كونسويت أنبور، أنا ديبوزي دوسي مستند في فاليزاسيون تاع المزار اللي هما النظام تاع المهدية والنظام تاع الكسر. في ديفلوبمون دانفراستركتور سيرتو في الموضوع تاع ميدية وفي ليكو بريك، دونك نحبوا نعملوا أكثر فالور جوتي في المنتوج هذايا ونميتريزيو الكاليتي تاع المنتوج وندخلوا في الجزء كيما الماياج. دونك دينا دي زوبيراسيون بيوت تاع لي فور اكاز باش نشوفوا اسكو المنتوج تاع المؤمنين يستوعب اللي باش نتفهمه، وتوا في 2021 باش 2022 عندنا برنامج كبير في المؤمنين اللي هو هيكله تاع المون انفراستركتور تدخيل الغاز في زون بيلوت باش ناخذوها حشرات مع البلديه تاع المؤمنين. كيف كيف ثم دي بروجي دو ريشيرش ديفلوبمون تاع اللي نخدم عليهم، تعرفوا اللي انا المنتوج النخيل اللي جاي استطاع لي قرض وباش نزرع نخله جديده تشد ما بين 10 و15 سنه، دونك تو قاعدين نعملوا فيها بروجي كبير دو ريشيرش يمتد الى على سنتين مع البيرا نتاع جابس باش نعملوا لا كولتور ان فيترو مع تكنيك جديده باش نخرجوا لي بابي جدد ونزرعوهم. مع ليزيد الكاسترين نخدموا في ديزيكيبمون سبيسيال باش نعملوا تريتمون تاع الحرفه اللي هو تسهل برشا الخدمه للحرفيين. وعملنا كيف كيف مع الديوان في زيفيرمون بروموسيونيل الاولى في سيكيبيتي في امليوري ليماج تاع الانترنال كيما الاولمبياد في كيما كان كيما الاولمبياد نتاع بودريه اللي عملناها في معرض صحيح. بالنسبة للبرنامج 2020 للشبكة العمودية اللي هو الاكسبور تاع التدخل تاعنا، دونك باش نكملوا في ميزون بلاس تاع الكونتاكسيون افيك ان فوكيو سبيسيال سو ديفلوبمون ماشين، دونك توا عندنا دو ميزون كونتاكسيون نحضروا فيهم باش نشتغلوا في جان في فيفري، الميزون الاولى باش نكون في البرتغال باش نشريو دي زيكيبمون دو تريتمون دارجي مع المؤسسات الحرفية، والميزون الثانية في معرض في المانيا في كولن اللي هو مسا فرانكفورت مسا اسم هذايا باش نشوفوا اسم السوق هذه السوق الهولنديه تجونا برشا تعديل احنا باش نبيعوا لها ولا لا. وثم دي سالون بروفيسيونيل باش يشاركوا فيه مسنان اللي هما امبيان في المانيا، هاي تكس بي في المانيا، سبوكر جافا في المانيا، ميزون لوجي في فرنسا، ولار دي جانو في ايطاليا. وثم لابوي على كوميرساليزاسيون اون لين هذا فانيج كبير تاع لي جورناليست، هذا باش نخلقوا شراكه دورابل ما بين لي بلاتفورم دو كونتوني اكزيستون وما بين لي زارتيزان اكزيستون. دونك غادي ندرسوا في الوضعية هذه مع لي بلاتفورم باش نعاونوا لي بلاتفورم زي كوزي ونعاونوا المؤسسات الحرفيه باش نخلقوا ان كادر دو ديستريبيسيون دورابل بيناتها. في الديفلوبمون انفراستركتور كنا توا عندنا برنامج كبير في المؤمنين باش نحاولوا نعملوا لو ريكوردمون دو غاز ناتوريل للزون اندستريال الموجوده في المؤمنين، وهنا وافقنا الشراكه مع البلديه تاع المؤمنين وافقوا مع دي جي عملنا فيه خصصنا دعم كبير للدي جي مشروع يكلف حدود 300,000 يورو لتدخيل الغاز هذايا. وكيف كيف عملنا ميكانيزم ديسيتاسيون باش نعاونوا الحرفيين يشريوا دي زيكيبون سيرتو لي فور غاز. الموديزاسيون تاع المؤسسات فما لاشا دي زيكيبون بالنسبه للبوتين تاع المؤمنين، ابوي لا سيرتيفيكاسيون دي زونتبريز دو تكستيل هذايا مهم جدا باش نجموا نصدروا التكستيل تاعنا. Et appuyer au développement et l'intégration de nouvelles collections, de nouveaux produits, de l'espèce autres prospects. La majorité de la France est le Marax Khadabit. Elle est le Marax qui va gérer le Sharak avec l'État Arab et l'État Fas, avec le Sharak avec l'État Fas, 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 فيهم دي زيكيبمون سبيسيال، فيهم دي سباس دو كوركين، دي سباس ديكسبوزيسيون باش نحاولوا الباحثين جدد يتست في الاسواق نتاعهم قبل ما يشاركوا في المعارض. دونك عملنا المركز الاول في النجمه الزهراء، هذا ان شاء الله جونفي الانوغوراسيون تاع بحار المركز الثاني. المركز الثاني في بلدان اللي باش يكون اكبر مركز ان شاء الله في صناعه تقليديه بعدين توا نحطوا في تاهو الانجمون سي فانزي. ان شاء الله دي سي ماي نبداو نعملوا الانوغوراسيون تاعو. كيف كيف باش نعاونوهم بعد مده 3 سنوات
تسليم على بلان فونكسيونمون تاع السنتر روم. وثم زوز مراكز اخرين قاعدين يحضروا في الكونسيبت تاعها، ثالث في المونستير وان شاء الله رابعه في الكيف. بالنسبه للجمعيات، تمويل الجمعيات 2021 مولنا خمسه جمعيات، هذوما كل مولنا مش معناتها تعطينا الفلوس في هوا، لكن نقدروا في الجمعيات هذوما باش هما يعاونونا لتطبيق الاستراتيجيه تاع ديوان الصناعه التقليديه في الجهات اكثر من الجهات الموجودين في المنطقه، مثلا جمعيه الرواسب المجنين، جمعيه جيرتا السعوديه، تنبيه في فيلي، ميموار دو لا ميدينا في القروان، واسوسيسيون دي زارتيزون دو تجاري. دونك هذوما المراكز محاور التدخل تاع الجمعيات هو رونفورسمون دي كاباسيتي، نحاولوا ندخلوا دي ديزاين جدد يسهلوا العلاقه ما بين الديزاينر والحرفيين، تطوير الاسواق عن طريق المشاركه في المعارض، وسيرتو لاميناجمون دي سيسباس دو فونت، نحاولوا نعاونوهم باش هما يخلقوا دي سيسباس دو فونت في الجهات تاعهم، عاوناه في نشر ماتيير بروميير، نشر دي تيكمون، اي لاميناجمون دي سيسباس دو كوركينغ اللي هما مراكز خدمات، اما جاني فيه من الجمعيه ديريكتومون. دونك هنا عملنا مركز في جربه، وعملنا مركز في بنين، وعملنا مركز في بلي. بالنسبة للبروجرام 2022، دونك توا لانسينا ان ابيل بروبوزيسيون باش ناخذوا خمسة جمعيات أخرى، لابيل تي كلوتوري في 26 نوفمبر، ونا روسي 36 كانديداتور، توا قاعدين نعملوا في ليفاليواسيون تاعهم، بعد باش نعيطولهم باش نيغوسي مع لي بلان داكسيون، وإن شاء الله برنامج العمل تاعهم يبدا في جانفي 2022. بالنسبة للرياليتي ايكونوميك اللي هما قلنا كيما لي كلوستر، أما أقل حجم لي كلوستر، الهدف نتاعنا أن هنا آخر مشروع ندعموا 10 رياليتي ايكونوميك، بدينا في 2021 5 رياليتي ايكونوميك اللي هما سافوار فير نتاع البودري نتاع بالخير في جرسة، اللي هو سافوار فير جدا يونيك يشبه شوية السجنان، أما عنده بوتنسيال أكبر من السجنان، ثم المشكية في جبينيان الكيف، ثم فيبر فيجيتال في القاردة، ثم تيساج دو سوا في المعدية، ثم توسكي برودري في نابل. دونك هذوما عملناهم كيما لي كوستور ان لي استراتيجيك وتوت ان بلان داكسيون، والتدخل نتاعنا في لي زاكس هذوما رانفورسمون دي كاباسيتي، ابروفيزيونمون في الماتيريال بروميير، لاشا دي كيبون، لا جيستيون دي لانيماسيون دي فيلاج دي زانو، بعدين باش ناخذ نعمل دو موديل دو جيستيون مع المجتمع المدني باش نستيو بيه قبل ما تحلى لي ريزيتا اللي تريد تحب نعملها ديوان الصناعة التقليدية. ديفلوبمون برودوي، ديفلوبمون مارشي، اي ابوي على فورماليزاسيون، خاطر الهدف نتاعنا ان يدزو الحرفيين باش يتريك ويوليو بوكو بلو فورماليزي. دونك لو ديماراج دو بلان داكسيون تاعهم بدا في جويي 2021 ويمتد على 18 شهر. بالنسبة لابوي انستيتيسيونيل، دونك كما قالت مدام سيد جولالور، عملنا دراسة على ريانجيبيري دي ستركتور دابوي والدراسة اللي حاضرة، عملنا انكارتوغرافي تاع الجمعيات الناشطة في ميدان الصناعة التقليدية سو فورم دي بلاتفورم ويب وموجودة في السيت تاع الديوان وفي السيت تاع كرياتيف تونيزي حاليا. عملنا كيف مع الديوان مع مدام ليلى لا ديجيتاليزاسيون دي بروسيدور ديكسبورتاسيون باش نحاولوا الرقمنه نتاع نتاع الاداره. وفي البروجرام 2022 كيف كيف عندنا خدمه مع ديريكسيون تاع كاليتي في الصناعه التقليديه سيرتو على لابيليزاسيون دي برودوي ارتيزانو. بالنسبه للكوميونيكاسيون عملنا بلاتفورم هنا هذه مهمه على الاخر، على خاطر هذه سيتي بلاتفورم ويب فيها اكثر من 3000 برانش موجودين في الصناعه التقليديه. On a numérisé les planches aériennes, amené sur la plateforme web, on a recruté des chercheurs, des chercheurs de l'interprétation d'animaux de façon scientifique, où les plateformes aériennes sont en train de janvier, elles vivent en Algérie, nous sommes en train d'appuyer les jamaïques, nous sommes en train d'établir la culture dans les zones internes, dans le patrimoine local. Nous sommes accessibles en ligne sur l'espoir. Elle est une zone où nous avons fait une diversité, on a fait une diversité, on a fait une diversité, on a fait une diversité, مهم على الاخر انه نراكم نور سيرتو انه دي بلانش كي دار من عام 1900 دخلوا في التاريخ. البروجرام تاع 2022 في الكوميونيكاسيون هنا تلاحظوا انه ديما يندرج في اطار الاستراتيجيه تاع ديوان الصناعه التقليديه. باش نعملوا 15 فيديو بروموسيونيل لي سافوار فير اللي قاعدين نخدموا عليهم في الرياليتي ايكونوميك وفي لي كلوستر. ثم لي سيت ويب تاع لي كلوستر الكل اللي قاعدين نحافظوا فيه نبداو. ثم دو سيت ويب كل مركز خدمات قاعدين نعملوا في سيت ويب باش تولي حتى الخدمات نتاع اون لين والانسكريبسيون تكون موجوده اون لين. كيف كيف عملنا سيت ويب للمشروع نتاعنا في كرياتيف تونيزيا اللي قاعدين نعملوا له بروجرام في الموقع تاعنا. ويعطيكم الصحة. ميرسي بيان أبو. زاد الله
على نشاط المشروع وعلى برنامج أعمال سنة 2022، لكن بعجالة تقديم المنظمة إفاشيد واتفاصلت اللي مثلها في تونس هي منظمة غير ربحية وهي وكالة إنجاز مشاريع ممولة من طرف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ولا من طرف وكالة التعاون الأمريكي باختصار. مشروع العمل التعاوني للصيدليات الحرفية هو منجز بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية طبعاً، وبدأ في 2018 يتواصل إلى سنة 2023، يعتمد على منهجية تنمية الشبكات العنقودية اللي كان يفسر فيها سيد نظيل، واللي هي يعني طريقة عمل أو منوال اقتصادي بدأ من سنوات 70 في الولايات المتحدة الأمريكية في عدة قطاعات. اليوم في تونس يعني يتم تطبيقه في قطاع الأيرونوتيك، يعني صناعة الطائرات ولا في قطاع السيارات زادة إلى آخره، وهو معناها منوال تنمية اقتصادية ناجح جدا. فذلك علاش تم اعتماده في قطاع الصناعات التقليدية لتكثيف الجهود و يعني تنمية الصادرات وتنمية القطاعات هذه والمنتجات هذه. في تونس نخدم في خمسة يعني قطاعات بالأساس، اللي هم مستخلصات نباتات الطبيعية والعطرية في الشمال الغربي، خشب الزيتون في سياق السيليكوزيد، الخزف بالبراما سليان وسلس الكاف، والنسيج الجبلي بتخيل التوجين في جابس وبالخيل في قفصة. كما قلت لكم المشروع يعتمد على منهجية تطوير سلاسل القيمة والشبكات العنقودية، وبالأساس يتمحور نشاطاتنا في تطوير أساليب الإنتاج الحرفيين وجودة المنتوجات، التركيز على التسويق وتمييز العلامات التجارية من أجل الانفتاح على أسواق عالمية جديدة، المساعدة التقنية، التدريب والتكوين، تطوير الشبكات العنقودية وتنمية القدرات الفردية والجماعية، وجمع أصحاب المصلحة خلال فعاليات منظمة وشاملة، وتركيز كبير على التسويق ودعم المبيعات وتطوير المبيعات. ميزانية بتاع المشروع هذا هي أكثر شيء من 5 مليون دولار، يعني تقريبا 14 مليون دينار، وكما قلت هو ممول من وزارة الخارجية الأمريكية. في قطاع النباتات الطبية والعطرية ربما الإنجاز الكبير هو يعني إنه الشبكة العنقودية هذه اليوم عندها اسم وعندها علامة تجارية واللي ولات عندها نوتوريتي في البلاد، واللي ربما أكثر إنجاز بفخورين به بقيادة الأرقام والدعم إلى آخره، إنه ويكي بام اليوم هي علامة اللي معروفة في قطاع النباتات الطبية والعطرية. نذكر النباتات الطبية والعطرية، نذكر يعني الزيوت النباتية والزيوت الأساسية، نحكيهم مباشرة من بين على الأقل العلامات المعروفة على علامة بيتي بام. فاليوم فيها 11 مجمع فلاحي تضم أكثر من 500 حرفي وحرفية في ولايات الشمال العربي الغربي الأربعة، وثم توجه اليوم بدينا فيه لي يعني نشر وإلا لي يعني تطبيق نفس المنهجية وإدراج ولايات أخرى خلاف ولايات الشمال الغربي في نشاط ويكي بام. آخر إنجازات الشبكة هذه هي منحة معونية تقنية للحصول على شهادات الفلاحة البيولوجية. اليوم على 5 مجامع فلاحية جديدة، أنا في السنوات الفاتة هنا ركزت على 2021، ثم مجامع فلاحية حصلت على شهادة الفلاحة البيولوجية الأجريكولتور بيولوجيك، واليوم زدنا 5 مجامع فلاحية من جوان 11 سبتمبر، يعني كان المسار بتاع تمكينهم من الشهادات هذه. من المرافقة امتدت كما قلت على 5 شهور، تجاوزت 3 مليون دينار مكنتهم من الحصول على شهادة ديكوسير، وديكو تحصل على الشهادة هذه. ثم انتيري وثم دي مارشي، يعني أسواق ما كانش عندهم إمكانية دخولهم كما السوق الأمريكي مثلا، اليوم عندهم طلبيات من السوق الأمريكي على منتجات كما زيت الكرزوم كذلك. تطوير التعليف والتغليف، تصميم تغليف عصري يتماشى مع نوعية المنتجات، ودعم مباشر لإنتاج أكثر من 20، يعني منحة لإنتاج أكثر من 20,000 عبوة بفائدة 11 مجمع اللي كنت نحكي عليهم فلاحيا تضم 500 عضو. كذلك في محور السياحة البديلة، مش متوقف برشا على التفاصيل، لكن إذا كان بعض الأسئلة ممكن نجم تفضلوا بهم. السياحة البديلة إطلاق مسلك نموذجي للسياحة البديلة في عمدراهم بالشراكة مع مجمع فلاحي عضو في الشبكة. فهذا اليوم ولا يتسوق المسلك هذا، كان مسلك نموذجي وبعدها مباشرة يعني في الأسابيع الفارتة ولا مسلك يسوق هو من طرف شركات تجارية. المسلك هذا الفكرة بتاعه إنه السياح
يعملوا يعني زيارة للغابة المجاورة للمجمع الفلاحي، يتعرفوا على يعملوا زيارة بوتانيك كل واحدة ولا سيركوي بوتانيك، ومن بعد يكون عندهم أنشطة رياضية، يتعرفوا على أنشطة المجمع، يشاركوا حتى في نشاطاته ويحضروا على حصة تقطير زيوت إلى آخره. فكانت تجربة حقيقة ناجحة برشا. في جانب تطوير الصادرات بالنسبة للنباتات التطوير العطرية، عملنا على تثمين الجانب الاجتماعي للشبكة من خلال الحصول على تصنيف شركات الاقتصاد التضامني والاجتماعي والتجارة العادلة اللي هي سيرتيفيكاسيون لابيل، ياخذوه وتمكنهم من الولوج إلى أسواق يعني مهتمة بالنوعية هذه من التجارة. المشاركة في عدة معارض في تونس وفي الخارج، شاركنا في فالنسيا في ألمانيا، في تونس طبعا بالشراكة مع الديوان، كل معارض الديوان بدون يعني استثناء نحاولوا نشاركوا فيهم. ربط المجامع بعدد من المشترين الدوليين المختصين في التجارة العادلة، هذه خباية كونتينيو، هذه عمل متواصل في أنه نردهم بمشترين دوليين مختصين في التجارة العادلة ونرافقوهم في النقاش مع المشترين هذوما إلى الوصول إلى يعني عمليات بيع. تجربة نموذجية مع شركة أوروبية مختصة في ترويج منتجات التجارة العادلة إتيكابل اسمها، اللي هي وقعت اليوم عقود تزويد مع مجمعي تنمية فلاحية في الشمال الغربي، متابعة الحرفيين في تواصلهم مع المشترين الدوليين كما كنت مفصل. في محور التجارة الإلكترونية، وهذه تم تسريع نسق الولوج إلى منصات التجارة الإلكترونية خلال فترة الكوفيد طبعا، فاليوم تم تسهيل وصول 14 منتجا من منتجات الكيبام لمنصات التسويق عبر الإنترنت في تونس، اللي هم بعض منهم من أكبر المنصات وبعض منهم المختصين يعني في الصناعات التقليدية أو في المنتجات البيولوجية. في محور البحث والتطوير تم توقيع 3 مذكرات تفاهم مع جمعيات تونسية 2 عمومية و 1 خاصة لإنشاء روابط تعاون مع شبكة، وهذه مكن في إطار هذه تم تقديم منح لستة طلبة لإنجاز مشاريع ختم دروس وبحوث ما بعد الدكتوراه، يعني هذوما كملوا يعني يا اما دي بي اف او يا اما دي تخرجوا بوست دوك. المؤسسات هذوما هما معهد البيوتكنولوجيا البروسيدرية ومعهد البيوتكنولوجيا في بلجا وليونيفرسيتي سنترال في تونس، يعني بالنسبة للمؤسسة الخاصة. في محور الولوج للمادة الأولية، هذا محور مهم جدا مركزين عليه برشا، لأنه يعني يشكل تحدي كبير للحرفيين. بعد يعني عدة دراسات وتم دعم مقترحات عملية لزراعة النباتات الطبية والعطرية كبديل عن التجميع من الغابات، لأنه يعني أغلبيتهم اليوم يجيبوا من الغابة، والغابة الأكسير لها مو سهل، فيتم ترجيحهم على الزراعة. ولكن زادة تم مساندة المجامع لتقديم مطالب ولوج استثنائي للغابات المجاورة، منها اللي تم في إطار مشروع تعاون دولي آخر مع البنك الدولي. في محور الانتاج ولا دعم الانتاج، عدة دورات تكوينية حول أنجع طرق التقدير العصرية، اللي احنا في تونس ربما اللي نكتشفوه ها انه التقدير في تونس سمحني كلمة متخلف شوية على عدة دول أخرى، لأنه التو نستعمل الترومباج نغليه يعني لي بلونت، واللي هي تخرج منتوج قوي ريحته قوية، ومش هذا المطلوب اليوم. التقنيات اللي هي تقنيات البخار طبعا هي اللي دارجة في العالم الكل، لكن حتى اون تيرم ديكيبمون لو احنا وفرنا مؤخرا آلات تقطير لثلاثة مجامع فلاحية في الشمال الغربي، وحتى العام الجاي باش يكون ثم يعني أكثر من هكا برشا آلات تقطير، ونحاولوا نوجهوهم الآلات تقطير تعتمد على تقنية البخار مش على تقنية يعني تغلية النباتات. كما في النباتات الطبيعية والعطرية البراند ولا اللابيل هو ويكيبام، في خشب الزيتون نحكيه على أوليار. أوليار أولي من أوليفود وآر دو آر وفان فان، هو انطلاق يعني الكلوستر باش بدا. وبالنسبة للوجو هذايا معناها كان من الأول ثم صعوبة شوية في أنه نجدوا ليزارتيزان ويعودوا يستعملوه إتسيتيرا، ولكن بعمل يعني متواصل معاهم باش يفهموا قيمة العمل الجماعي وقيمة أنه المشروع أنه الحرفيين يكونوا متحدين مع بعضهم. اليوم ثم يعني أكثر انخراط في المجهود هذايا، فتم اطلاق شبكة أوليار وتشبيك المتداخلين في قطاع الولايات في فاكس البوزيل،
منتجات دراسة مرجعية من طرف مكتب دراسات مختص حول روايات التسويق منتجات خشب الزيتون العالمية. هو مكتب دراسات إسباني مختص يعني في دراسات الشبكات العنقودية. إعداد شريط وثائقي حق قصير حول حرفة خشب الزيتون قصد التعريف بها لوكالمون مي انترناسيونالمون زادة دي سوتيت بلانجيزية. تطوير المنتجات وطرق العمل، 4 دورات تكوينية و42 حصة توجيه وتدريب تقني ميداني للكرافيين في الورشات مباشرة. افيك دي زيكسبير في اللوح يمشيوا مباشرة للاتوليي هذوما ويحاولوا يساندوا الحرفيين في تحسين طرق العمل، تنظيم الاتوليي ساعات، ولا زاد في طريقة الفاسوناج والإنتاج. إعداد كتالوج زاد الفردية لأصحاب المشاريع تستجيب مع معايير التسويق العالمية. مازلنا كملنا دي سيونس دو شوتينغ يعني لفائدة 40 ورشة، والسيونس دو شوتينغ هذوما توا احنا بصدد استكمال الكتالوج. دي كتالوج انديفيدويل، مازال باش يكون ثم كتالوج كبير يضم كل منتجات الشبكة ولا منتجات شبكة ريال. عديد من المشاركات في المعارض المحلية طبعا. وهون نحب نأكد على أهمية المعارض في تونس. مثلا آخر معرض معرض الابتكار الساعات التقليدية شاركوا فيه حرفي لوح زيتون، وفي وسط المعرض جاتهم دي كوموند الإكسبار، يعني بعض منهم اللي كاريمون في وسط المعرض جاتهم مباشرة بعد نقاش تاع ساعة من زمان يلقى روح يصدر في 500 قطعة ولا 1000 قطعة وإلا في وضعية أخرى حتى أكثر من هكا برشا. في أبريل 2021 تم تنظيم أول معرض افتراضي مختص في الصناعات التقليدية تحت اسم كرافت إكسبورت، جمع بين الحرفيين في القطاعين خشب الزيتون وفي الندوات الطبية والعطرية زادة، وتم ربطهم وتمكينهم من منصة إلكترونية مبتكرة للتواصل مع المؤسسات المحلية والعالمية مازالت موجودة، واللي تمكنهم تجي طلبيات يعني مباشرة عن طريق المنصة هذية، ويتم توجيه طلب هذية شاك فوا للكرافيين من القطاع المالي. بالنسبة لسنة 2022 سيتم مواصلة تطوير التغليف والتعليق ووسائل التواصل ليزوتيك كوميونيكاسيون، مواصلة التكوين التقني في عدة مجالات خاصة الخصائص العلاجية للنباتات الطبية والعطرية، لأنه ساعات الحرفي يقف قدام المشتري ما يعرفش حتى يعطيه سوفيزامون دارجيومون. احنا في المعرض حطينا شخص حاضر مع الحرفيين العشر أيام تاع المعرض الكل بوغ اوبسيرفي ايفالوي، بالرغم من عدة دورات تكوينية مسبقة في طرق البيع إلى آخره، ولكن مازال ساعات بور فوندر يعني يلزم يفوق يوتيليزي لي بون ارغيومون. احنا نحبوا الاسبري كوميرسيال يتغرس اكثر عند الحرفيين نتاعنا. كذلك تكوين في اجراءات التصدير ومتطلبات السوق العالميه، تسويق الالكتروني والاتصال، انتاج مواد التجميل من مستخرجات الزيوت النباتيه، منح عينيه تتمثل في ليزيكيبون هذا نتاع التفكير كما كنت نحكي، زاد انشاء موقع تجاري. احنا اليوم ثم عده مواقع، كل بستان عنده موقع، ولكن يلزم موقع تجاري انتاج ولا انجاز موقع تجاري يمكن الحرفيين من انهم يبيعوا مع بعضهم، ويدير الموقع هذايا ممثل واحد عن الحرفيين، وهذايا تم الاتفاق فيه معهم. يعني ما ثم حتى ريزيستونس في انه لا ما نجموش نخدموا مع بعضنا. جوست هذايا بارونتيز، الاكسبيريونس اللي عملناها في البيع في المنصات الالكترونيه الاربعه، وفيت ما كانوش كل واحد منهم، مش كل مجمع منهم يبيع وحده، يتم تجميعهم في مجمع واحد يتباعوا. لكن نعرفوا في كل بتبيع باكاجين ثم اشاره لانه مجمع المنتج للبرودوي هذاك، يتم البيع، ومن بعد نفس المجمع اللي جمع هذاك ياخذ المداخيل ويوزعها على بقيه المجامع. في هذه هون نذكر تعرفوا تونس بكذا هما مجامع في 4 ولايات، يعني اللي باعت في جندوبه وتلم الفلوس وتفرق على سليان وعلى الكيف وعلى بيجا معاهم مع زملائها زاد اللي في جندوبه، اللي هو بالنسبه لنا يظل اهم حتى من الانجازات اللي اونيمير الناس تخدم مع بعضها، وان يكون ثم لا ميثودولوجيه ولا ليتا ديسبرين تاع البروسيس. عمل كبير استنى فينا في الوصول ولا تحقيق وصول مستدام للمواد الاوليه، هي بالاساس تم تقديم مقترحات لتنقيه فصل 18 من جلاله الغابات، تمكين مساكنين المناطق الغابيه من سد ضرائب بين 20 و30% من اجمالي المنتوجات. فهذايا عمل تشريعي ولا مشاركه ولا معارضه للعمل التشريعي اللي تقوم به وزاره الفلاحه، واللي تقوم به زاد جمعيات الحرفيين لخلق يعني اطار اكثر
سلاسه في يمكنهم من الولوج الى الغابه والمواد الاوليه. في شهادات المطابقه باش نتعداو من مجرد شهاده المطابقه بيو وشهاده المطابقه والى والشهادات الاداره العادله الى شهادات مطابقه اضافيه كما ليزو 22000 كما كوسموس. القيمه المضافه للشهادات هذه راهي كبيره ياسر. يعني ساعات ان برودوي يعني ما يدخلش للبلاد اذا كان ما فيهش لي سيرتيف هذوما. يعني اصلا فبلدان كيما الولايات المتحده ولا كندا خاصه شمال امريكا ما ثماش امكانيه ياخذ غادي. كانت عدى من تونس ياخذ غادي معناها اذا كان ما فيهش لي سيرتيفيكاسيون. كذلك ديزاناليز على الخصائص الكيميائيه للزيوت الاساسيه اللي هي تمكن زاده من ولوج اسهل للاسواق العالميه. في محور التسويق والاتصال بخصوص شبكة أوليارك، أدوات تسويق الموقع الإلكتروني، كتالوج، قائمة الأسعار، نشريات، خلق وتصميم علامة تجارية جهوية وطنية، يعني من اسم الكلوستر نتعداو العلامة التجارية، دراسة متطلبات الأسواق العالمية والمنتجات المتجددة وأساليب خاصة في التصنيع، وكذلك دعم التصدير طبعاً اللي هو لوبجيكتيف التيم دو بروجي أسيوا. في محور تحسين جودة المنتجات ووسائل الإنتاج، تحديث وتحصيل الورشات وطرق العمل، توفير معدات الحماية الشخصية في ظل تواصل أزمة كورونا، يعني هذا كان مطلب من طلبات الحرفيين، وعدة دورات تكوينية مبرمجة ل 2022 في حساب السعر وهامش الربح وطريقة تنسيق زادة لليز ديبخي ولا قائمة الأسعار ما بين الحرفيين. في محور الوصول إلى المادة الأولية، نعود عن دورة تكوينية ولا عملنا في تو تابلو روم في الدائرة المستديرة في الجانب هذا، وراح نعمل على إعداد مقترح تفصيلي لهيكلة وترشيد التصرف في حساب الزيتون الخام. اليوم ما ثماش عن كونتوار تحبيش لوح الزيتون، ما ثماش كيما اللوح الآخر كله بلاصة تمشي تشري منها معناها تو سامبلومون تو سامبليفير بروبليماتيك اللي يتباع بالأساس في من عند المزارعين مباشرة ولا حتى ثم لي سيركوي يعني انفورميل اللي نشأوا في غياب هيكل المنظمة. فاحنا نعمل على انه يكون ثم تنظيم لمسار التوزيع لوح الزيتون. في شبكات النسيج الجبلي بتوجين وبالخير، جودة المنتجات هي ربما اهم اشكالية، لان خلافا لما يتبادر الذهن اذا كان نقارن المرقوم الكليم نتاعنا الى اخره بالمنافسين العالميين نقاولوا احنا يعني في اونتيرم دو كاليتي بعد شويه. فلازم عمل كبير على دعم قدرات الحرفيين في تقنيات تطوير المنتجات والابتكار، ولكن زاد في تناسق الالوان وتناغمها والحفاظ على الموروث الثقافي ولا على المنتجات الاصليه، تحديث وتعصيل ورشات طرق العمل. عمل كبير زاد السنه فينا في حساب تكلفة الإنتاج وهامش الربح كما في الكلوستر الآخرين، وطبعا نتجه نحو خلق وتصميم علامة تجارية إن شاء الله المرة الجاية كيف نقابلوكم كما أوليارت ويكيبام يكون عندنا براند للنسيج الجبلي. عدة دورات تكوينية زاد في معنى ودلالة الرموز المنسوجة وتوثيق الدلالات التعريف، لأنه ساعات تبدا ترسم في السدية نتاعهم وربما تستنسب كيفاش ترسم ما كانش فاهمة بالضبط مع دلالات ومع الرموز، وهذايا يعني ارجيومون تاع كوميرسيال كبير ياسر، لانه كي تاخذ قدام مشتري مهم برشا ما تفسر له دوكا يتسجل، فهمتني؟ الوغ المعرفة هذه ما عادش موجودة، يعني تلقى تقول لك هذايا وشم التعزيزة، لكن اش معناها وشم التعزيزة وتسجيلات إلى آخره، ربما المعلومة هذايا تغيب عليها. في دعم التصدير طبعا دورات تكوينيه، ولكن المشاركه في معارض تونسيه ومحليه وعالميه، ودعم الحصول على الشهادات اللازمه للتصدير للاسواق العالميه. حتى الكليم المردوم لازم شهادات، ثم نوعين تاع شهادات كيما شهاده عدم سميه المنتجات ولا شهادات اخرى يطلبوها المارشيات يعني ويطلبوها الاسواق تكون خاصه بهم يعني خاصه بالبلدان هذيك. ونحب نختم بحاجه ما حكيناهاش هنا لكنها مهمه برشا في العمل المعارض نتاعنا، اللي هي الدعم المباشر للديوان من خلال مثلا خلال سنه 2021 تم يعني انجاز سلسله من الدورات التكوينيه لفائده 68 اطار من اطارات الديوان في موضوع الرقمنه. وفي 2022 باش نواصلوا في نفس المجال هذايا بدعم دراسه حول
يعني la mise à niveau digital, on va dire, de l'ONA, mais aussi une série de formations fait des thématiques ZLI, la digitalisation, comme le graphic design, l'analyse de données, etc. شكرا لكم الناس الكل يعطيكم الصحة شكرا سي فوزي وديوان على الدعوة فوالا دونك هذه فكرة على ما هو معناها قاعد تمثل الصناعات التقليدية خلال السنوات اللي تعدات وخلال كذلك البرنامج بتاع سنة 2022 واليوم اللي كان نشوفه اللي وجه الصناعة التقليدية قاعد يتبدل خاصة على مستوى الديزاين على مستوى لاكاليتي راهو سي با بارازار راهو جاي بخدمة كبيرة قاعدة تخدم كسوا في الديوان وإلا وكل المتدافعين في قطاع الصناعة التقليدية واللي عملنا معاهم علاقات شراكة كبيرة في المجال هذا كما الاتحاد الأوروبي وكذلك الكاباسيت والصوصون يعني قاعدين نخدموا في خدمة شفتوا لمحة منها اليوم اللي كان نشوفوا لي زارتيزون ولاو يسافروا بالوسائل معناها التكنولوجية ولاو كيف كيف معناها يستعملوا في أدوات يعني متطورة على مستوى الترويج إلى آخره ما كانش يعني بليس يعني كان سميت أن بروفايد معناها أمبورتون اللي تعمل في كل الجهات تقريبا في ماشي جهة في تونس ما عندناش فيها برامج في ماشي قطاع ما عندناش فيه برامج بالنسبة للصناعة التقليدية هذا إن شاء الله باش يتواصلوا خلال السنوات القادمة اشتغلنا برشا الفترة نتاع الكوفيد باش خدمنا كل ما هو ديجيتال عملنا دي فورماسيون بالشراكة بالطبيعة مع شركائنا في المجال هذايا بالنسبة للحرفيين كيفاش ينجموا يروجوا المنتوج بتاعهم عبر الوسائل الرقمية خدمنا كل ما هو توثيق كل ما هو رقمي اللي هو زاد كيف كيف معناها حاجات يعني هامة جدا إن شاء الله 2022 تكون يعني سنة خاصة سنة اللي باش ترجع نشاط الصناعة التقليدية كما كان قبل 2020 وأنا متأكد اللي عندنا بوتنسيال كبير برشا في تونس بالنسبة للصناعة التقليدية مع كل أسف مانيش مشغلين بالبدا اليوم راهو الصناعة التقليدية تنجم تساهم قسط كبير سواء على مستوى التصدير أو على مستوى التشغيل نشوفوا القطاع حتى في أسوأ الحالات نتاعو قاعد يشغل ما بين 5000 و6000 ممكن شغل سنويا منهم تقريبا 10% من خريجين التعليم العالي قاعدين يدخلوا القطاع رغم الإشكاليات رغم الأزمة اللي قاعدين نشوفوا فيها التصدير التركي في الصناعة التقليدية رغم الرقم ما كانش مش كبير برشا لكن راهو عنده دلالة كبيرة بالنسبة للحرفيين وهام جدا بالنسبة للحرفيين كنلقاو اليوم احنا قبل يعني في تقريبا في سنة 2012 2015 كنا نصدروا ما بين 20 25 مليون دينار اليوم وصلنا تقريبا 100 مليون دينار حاجة أخرى شفنا اللي صادرات بتاعنا حتى في الأزمة ما طاحش الرقم هذاك قاعد يمشي يتطور هذا دليل أنه القطاع قاعد يدخل بشوية بشوية نحو المارشي معناها ديكسبورتاسيون قبل ما تعرفوا الارتيزانا كانت تعمل برشا على التوريست وعلى السوق السياحية الموجودة في تونس اليوم بعد الأزمة اللي صارت حاولنا احنا كديوان انه نوجهوا المنتوج بتاعنا اولا نحو السوق المحلية السوق الوطنية اللي هي سوق هامة جدا ثم نحو السوق التصديرية بالطبيعة من غير ما نساو السوق السياحية نحب نشكر مرة أخرى كل المتدخلين في الندوة على المعلومات والمعطيات الهامة اللي قدموها لنا احنا على خدمتكم اللي كان ثم أي تساؤل أو أي إيضاحات أخرى حول المواضيع اللي تم طرحها أو مواضيع أخرى تم صناعة تقليدية وربما يعني ما تم شرحها اليوم في اللقاء هذاك نجموا تسألونا وخير كل الموجودين هنا باش يجاوبونا وباش كيف يعطيوا كل المعطيات اللي أنتم حاجتكم لها وشكرا. وإن شاء الله نهارتك كيف مش نجربوا يعني الكارتوغرافي دو الارتيزانات
اللي كنا نكتبوا فيها وعنا تقريبا عاملين من الدين فيها ان شاء الله هات 14 يعني نشلوها سواديزون الكارتوغرافية اللي نحلمنا بها برشا باش تعمل بصناعة تقليدية دونك مشكون يعني حقيقة يعني نقطة نوعية بالنسبة للديوان وكذلك بالنسبة للحرفيين بالنسبة للسنوات القادمة إن شاء الله يعني مدار ثامن إلى النصر نجم أن نكون محلاما إن شاء الله نهار 14 يعني في الصباح يكون للعشرة نتاع الصباح ونعمل الصحفية في الدلدان ومشكون يعني إكسبوزيسيون حلوة برشا الإكسبوزيسيون كنا نعملوها إحنا في أليترونجي ولكن الظروف معناها الصحية ما سمحتناش باش نعملوها لأنه هو برنامج معناها كبير وبرنامج يعني يمتد يعني حتى للخارج إن شاء الله باش نعملوه لنقعد شهر في الديوان ثم باش نتنقلوا به إلى أماكن أخرى وإلى ولايات أخرى وربما نشاركوا به حتى في تظاهرات خارجية أخرى دونك فوالا اللي كان فما توضيحات ولا فما حاجة سينو دونك نشكركم مرة أخرى على حضوركم وعلى تعبكم وهذا دليل على حبكم لقطاع الصناعة التقليدية إن شاء الله